السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخوتي أحبتي الأعزاء. نحن نشتري حجر اليشم، لدينا مختبر في المغرب، من لدي أحجار يريد بيعها سأعطيكم الخطة والطريقة. أول شيء يتم إرسال عينات لفحصها في المختبر واستخراج الشهادات، وإذا تؤكد أن الحجر إذا تأكدنا أن هذا الحجر هو حجر يشم فإننا نشتري من عندكم جميع الأحجار الموجودة، كما تجدر إشارة إلى أنه إذا كان الحجر حقيقي فإنه يتم تقييم قيمته، تقدير القيمة، ويتم إرسال مبلغ هذا الحجر إليكم. وإذا كان هذا الحجر غير حقيقي فنحن نتكلف بقيمة المصاريف الفحص واستخراج الشواهد. إذا ما الذي حجر يشك في أنه حجر يشم؟ يمكنكم إرسال الصور لي عبر تطبيق الواتساب الرقم الذي تشاهدونه على قناتكم الموقرة.